نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج مؤتمرا جماهيريا بمدينة المراغة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. وشارك في المؤتمر مختلف شرائح المواطنين بالمحافظة معربين عن دعمهم التام للمرشح عبد الفتاح السيسي لما قدمه لمصر وللمصريين من إنجازات على المستوى الإقليمي والمحلي وما شهدته محافظات مصر من نهضة وتنمية. رسالة انه شعب سوهاج بأكمله مجتمع ومتحد على انتخاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه لجهوده الملموسة في محافظة سوهاج وفي الصعيد عموما من مشروعات تنموية وحياة كريمة وفيروس سي و100 مليون صحة ومجهودات كثيرة بذلت في خلال فترة الرئاسة اللي تولاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا بالإضافة لاستتاب الأمن واستقراره. هذا المؤتمر يضم كل القوى السياسية وكل طوائف الشعب السوهاجي اللي بيبعت رسالة تأييد ومؤازرة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. يعني هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى هذا الإجماع الشعبي، منها طبعا الموقف التاريخي الذي سيخلد في ذهن الشعب المصري على مر التاريخ، وهو انحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري ضد جماعة الإخوان المحظورة والحفاظ على الهوية المصرية، الاستقرار الأمني والاستقرار السياسي الذي نشهده في مصر منذ سنوات عديدة، المبادرات الاجتماعية وعلى رأسها مبادرة يعني تكفل وكرامة وهي من أهم المبادرات، ومبادرة حياة كريمة. لما نعرف ان المرحلة الاولى من حياة كريمة انفق منها 237 مليار على محافظات الصعيد بنسبة 68%. الحشد بيعطي شرعية لنظام سياسي في مصر، انت عارف ان ده بيبقى هو السبب في عملية التصدي لاي تحدي بيكون واقع على مصر سواء في الخارج او داخل. عشان كده انا مطمئنة جدا، انا متفائلة جدا للي هيحصل يوم 10/12 ان شاء الله. عايز اقول لكل مصري ومصريه يجب علينا المشاركه السياسيه، حق دستوري، لابد ان نخرج ونشارك ونبدي للعالم كله ديمقراطيه مصر وعظمه مصر وحضاره مصر. احنا كلنا بصوت واحد اجتمعنا لكيما نؤيد رئيسنا المحبوب عبد الفتاح السيسي، هذا الرجل العظيم الذي استطاع أن يعبر بنا من الهزيمة إلى الانتصار، ومن الأيام التي كانت صعبة إلى هذه الأيام التي نتمتع فيها بكل حرية، نتمتع بكل خير، ونحن نجد الإنجازات الجبارة التي قام بها رئيسنا المحبوب.